وللمزيد عن الأسواق ينضم إلينا من دبي رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي السيد رائد الخضر. أهلا بك سيد رائد معنا. سأبدأ معك من المؤشرات في الأسواق الأمريكية، وصلت إلى مستويات تاريخية، ما الذي دعم ارتفاعاتها رغم كل التوقعات المتشائمة في الفترة الماضية؟ يعني نحن تمتعت المؤشرات الأمريكية بأداء إيجابي ممتاز جدا، يعني إذا بدنا ناخذ الداو جونز تجاوز 22% 23% على الاس ان بي 500 خلال العام حتى الآن، الناسداك تمكن من إضافة ما يقارب 50% خلال العام الجاري. هذه الارتفاعات القوية كانت يعني واضحة، ربما بعض التراجعات التي كانت موجودة في شهر 8 و9 و10 والتي كان يخشى فيها من التضخم بأنه قد يعود للارتفاع وأن التضخم صعب المراس، ويعني ربما يكون في عندنا رفعات في أسعار الفائدة، ولكن عادت مجددا للارتفاعات بشكل أقوى مع اقتراب الفيدرال الأمريكي من قمة تجديد السياسة النقدية. وخلينا نقول بشكل أوضح أنه الرغبة بالمخاطرة كانت مدعومة بأداء إيجابي للاقتصاد الأمريكي بشكل واضح، وتوازن نسبي في عملية ارتفاع أسعار الفائدة وضغط التضخم دون أن يكون هناك أذى كبير في الاقتصاد الأمريكي أو في نمو الاقتصاد الأمريكي على وجه التحديد. بالتالي المستثمرين كان لديهم يعني خطوة واضحة ورغبة بالمخاطرة بشكل أكبر في ظل أسعار فائدة مرتفعة خلال عام 2023. الآن نحن مقبلين ربما إلى أسعار فائدة أقل مع توقعات بتقليصات أكثر في العام القادم 2024، ومع ذلك بالتالي نتوقع أن يكون في عندنا تفاعل أكبر في الأسواق. الأسواق دائما حالة تسعر قبل الأحداث قبل وقوعها، وتحاول أن تستشف الخطوات القادمة التي قد يتم اتخاذها بشأن السياسة النقدية، وهذا تماما ما نصفه في وضع الاقتصاد الأمريكي على وجه التحديد مع أداء إيجابي جدا كان لمعظم القطاعات داخل الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يكون هناك ضرر كبير من ارتفاع تكلفة الاقتراض. أستاذ رائد، تصريحات عديدة شاهدناها خلال الأيام الماضية من البنوك المركزية سواء من الفيدرالي أو المركزي الأوروبي، ما أثر هذه التصريحات على الدولار تحديدا وعلى سوق السندات؟ الدولار الأمريكي يعني يواصل النزيف بشكل واضح. سوق السندات شفنا عوائد السندات الأمريكية لعشر أعوام يعني تنخفض بشكل واضح دون مستويات 4%. طبعا في نقطتين أساسيات، الفيدرال الأمريكي مع إتاحته للفرصة بشكل واضح من خلال الستيتمنت، من خلال البروجكشنز أو الدوت بلوت اللي هي توقعات أسعار الفائدة بأن يكون في عندنا تقليصات بثلاث مرات في العام القادم، فتح المجال حقيقة إلى أن يكون هناك ضغط بيعي قوي على أداء الدولار الأمريكي، وبالتالي بدأ تسعيره بشكل واضح. نحن اليوم عم نشوفه عند 101.70، ممكن نشوفه يضغط أكثر باتجاه 100 ربما خلال وقت قريب جدا، بنتيجة أنه السوق يسعر مسبقا، والأداء الاقتصاد الأمريكي بدأ يظهر بعض العلامات النسبية التي قد تضطر الفيدرال الأمريكي أن يسرع في ربما في وقت مبكر من النصف الثاني من العام القادم أن يبدأ بإجراءات تقليص أسعار الفائدة. بالتالي كمؤشر الدولار الأمريكي ربما يتعرض للضغط بشكل أكبر، وربما في نفس الوقت يتحقق التوازن أكثر في سوق السندات الأمريكية الذي واجه بعض المعضلات مع ارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض بشكل كبير جدا. كان في عنا ارتفاع كبير في عوائد السندات الأمريكية، وهذا يعني إضافة إلى تقليص النظرة للاقتصاد من قبل الأمريكي من قبل وكالات التصنيف الائتماني ضغط أيضا على أداء أسواق السندات، ربما مع أسعار فائدة أقل بعض الشيء أو دون التلويح بزيادات كبيرة في الفترة القادمة يصيب سوق السندات استقرار أكبر في الفترة القادمة. ربما نشهد أيضا يعني توظيف أكثر للسندات قصيرة الأجل على حساب السندات طويلة الأجل نظرا لعدم حل مشكلة سقف الدين الأمريكي حتى الآن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي السيد رائد الخضر، كنت معنا مباشرة من دبي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.